ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا خبر عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة، بتعلن أو بتأكد الاستمرار في العمل وفقاً للشروط والإجراءات الخاصة بإحلال السيارات اللي مر عليها 20 سنة، اللي مر على صنعها 20 سنة، وعشان تتبدل بواحدة جديدة تانية بتشتغل بالغاز الطبيعي. احنا دلوقتي معانا على التليفون الأستاذ مجاهد حسني، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ مجاهد. صباح الخير يا فندم. صباح النور. عاوزين نتكلم عن المحافظات اللي بتستفيد من هذه المبادرة دلوقتي. في الحقيقة المبادرة لحد النهاردة وصلت ل 15 محافظة. كنا ابتدينا بسبع محافظات من 2021، ثم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد، بعد كده ضمينا الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ. في الفترة الأخيرة ضمينا خمس محافظات جديدة اللي هم الإسماعيلية وبني سويف والشرقية والبحيرة وسوهاج. يقدر أي مواطن عنده عربية قديمة تنطبق عليه الشروط إنه يقدم على طلب إحلال ويستفيد من المزايا اللي بتقدمها المبادرة، سواء بنظام التقسيط أو الكاش، طالما موجود أو رخصة العربية بتاعته في نطاق ال 15 محافظة اللي أنا ذكرتهم دي. طيب أستاذ مجاهد، سمعنا إنه هيكون في طرح سيارات محلية الصنع في شركات محلية هنا في مصر. أخبار الكلام ده إيه؟ هل الكلام ده صحيح؟ بالضبط يا فندم، إحنا كنا تقريبا خلال الشهر السابق إحنا كنا ضمينا ميكروباص جديد تنطبق عليه الشروط، إنه أي عربية محلية أو مجمعة محليا تتخطى نسبة التصنيع المحلي 45% أنا بضمها على طول في المبادرة. ففي ميكروباص اللي هو كوتون سي 2 تم ضمه وتم موافقة عليه من الجهات المعنية وتم ضمه للمبادرة من الشهر الماضي. طب أستاذ مجاهد، إيه موقف المحافظات اللي ما فيهاش ساحة تخريد، يعني زي الإسماعيلية والشرقية؟ دلوقتي إحنا في الخمس محافظات الجداد كنا بنجهز ساحات التخريد، ففي ساحات كانت جهزت فعليا، في ساحات لسه فيها بعض المتطلبات. إحنا الإسماعيلية خلاص كنا انتهينا منها الأسبوع الماضي، خلاص جاهزة انه اي مواطن يروح يخرج في الساحه المخصصه في محافظه الاسماعيليه. حتى الان الشرقيه وبني سويف محل للتجهيز، بس عملنا استثناء ان احنا ممكن اي مواطن في نطاق الشرقيه او بني سويف مسموح له انه يقدر يخرج في ساحه القاهره الكبرى اللي في ابو رواش، فعملنا تعديل للتسهيل على المواطن. ولكن برضه هم خلاص بالنسبه للاسماعيليه خلاص انتهينا منها، بني سويف الشرقية جاري انتهاء منها ان شاء الله. طيب استاذ مجاهد، يعني بنشوف انتشار للسيارات الكهربائية في العالم كله، ويمكن كمان هنا في مصر بقينا بنشوف في الشوارع سيارات كهربائية كتير ومناطق لشحن السيارات، وبقت موجودة بشكل كبير. هل في احتمالية لوجود سيارات كهربائية داخل المبادرة؟ طبعا عايز اقول لحضرتك انه خلينا نقول انه صناعه العربيات صناعه كبيره، سهل جدا انها تؤتي ثمارها في فتره بسيطه جدا بمقارنه بالصناعات الثانيه. وتوجه الدوله واهتمامها في الوقت الحالي باستراتيجيه لصناعه السيارات وتوطين صناعه السيارات في مصر، وتوجهها انه السيارات صديقه للبيئه، زي سيارات الكهرباء اولويه للدوله. فدلوقتي صندوق احلال المركبات بيتعاون مع مجلس اعلى لصناعه السيارات وبعض الشركات العامله في نطاق تحويل السيارات للعمل بالكهرباء، وبيتم في بعض الدراسات في الوقت الحالي ان احنا ممكن ندخل السوق بتاع السيارات الكهربائيه ونوفره عن طريق المبادره عشان ننوع الخيارات قدام المواطن. ده محل دراسه فرصه كويسه جدا طبعا. طبعا محل دراسه بشكل جدي بالتعاون مع المجلس الاعلى لصناعه السيارات في الوقت الحالي. الأستاذ مجاهد حسني، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، كنت معنا عبر الهاتف. بشكر حضرتك.